الصمت. وصل القضية قوة القضية. وبيدي يدي يدي موسيقية قوية. القواعد وفية. موسيقية قوية. القواعد وفية. وبها نهزم أعادي وأعادي التلقية. ونرفع شارات الزيرو. والمحكومة ها هي. الآخر مش ها هي. ونرفع شارات الزيرو. والحكومة ها هي. والحكومة ها هي. والآخر مش ها هي. وبموسى ها هي. وديرية ها هي. ضد الحضرة والفساد. وتصدي للقضية. باليد اليد اليد باليد اليد اليد موسيقية قوية. القواعد وفية. بها نهزم أعادي. بها نهزم أعادي. وأعادي الترقية. ونرفع شارات الانتصار. وللمقصي ها هي. المقصية حتى هي. المقصية حتى هي. مش كاين شي واحد توصل على السبب ديالها. كيف سارع وجوع الشيء.
الحب عن علماء الموضوعيات في قضايا سجينة الميروس سجينة الترمية ولهم في الهوت. اليوم عندنا كمكشفون بعض الأمور اللي للأسف تحس لها النفس. أنا قبل واحد رسالة ونقول لك على الأسفل والأسفل والأسفل الذي يقول عنه التعقل. لا يمكن أحد بأنه كان شرفاء من داخل القفص. لا يمكن أحد. لا أقول من هذا المنبر لهذا الشرفاء من داخل القفص أعلنوا تمردكم أن هذه المهزلة اللي وقعت. الشرعية لنا والأبنينا الشرعية لنا الآن بين مئات الأطر أضم لحفظات المحافظة. الآن أشعر أني قوي أضم لقبضاتهم قبضتي. الآن أشعر أني قوي وأني سأهزم وضعيتي. الآن بين مئات الحضور أضم لقبضاتهم قبضتي. رمى ملها مجات العدالة ملها مجات والإدمج ماله مجات ترقية ملها مجاز الإدمج ماله مجاز. العدالة الاجتماعية حرية كرامة عدالة اجتماعية حرية كرامة عدالة اجتماعية مساواة الفعلية حرية كرامة مساواة الفعلية مساواة الفعلية. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عليه أزكى السلام وأطيب التسليم. وبعد، نظم الشاعر الفلسطيني إبراهيم طوقان قصيدة رائعة عارض فيها أمير الشعراء أحمد شوقي الذي تغنى بالمعلم في إحدى قصائده فقال: قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا. فرد عليه شاعرنا المعلم إبراهيم طوقان قائلا: شوقي يقول وما درى بمصيبتي قم للمعلم وفه التبجيلا أقعد فديتك هل يكون مبجلا من كان للنشء الصغار خليلا ويكاد يفلقني الأمير بقوله كاد المعلم أن يكون رسولا. لو جرب التعليم شوقي ساعة لقضى الحياة شقاوة وخمولا. حسب المعلم غمة وكآبة مرأى الدفاتر بكرة وأصيلا. مئة على مئة إذا هي صلحت وجد العمى نحو العيون سبيلا. ولو أن في التصليح نفعا يرتجى وأبيك لم أك بالعيون بخيلا. لكن أصلح غلطة نحوية مثلا وأتخذ الكتاب دليلا مستشهدا بالغر من آياته أو بالحديث مفصلا تفصيلا. وأغوص في الشعر القديم فأنتقي ما ليس ملتبسا ولا مبذولا. وأكاد أبعث سيبويه من البلا وذويه من أهل القرون الأولى. فأرى حمارا بعد ذلك كله رفع المضاف إليه والمفعولا. لا
العجب إن صحت يوما صيحة ووقعت ما بين البلوك قتيلا.